تفضل. تكلمنا على التنظيم ديال هذا السباق الاول ديال العدو الريفي اللي نظمته جمعيه الفضاء الاخضر للتنميه المستدامه بدوار الدهيريه. يعني كيفاش شفتي هذا المستوى ديال المشاركه ديال الاطفال والشباب وداكشي اللي شاركوا والفتيان؟ كذلك تقول لنا كلمه في الموضوع. فتيان 65. الصلاه والسلام على رسول الله. شكرا سي القدر. بالنسبه للتظاهرات كانت تظاهرات الاحتفال باليوم العالمي للمراه، كانت فكره من جمعيه الفضاء الاخضر للتحريريه، تم استدعاء العدائين من نادي اشبال العرائش، لهم مشكورين باش يتبعوا الدعوه اللي بمنطقه ديال التحريريه من اقليم العرائش بجامعه العوامره. هو كان السباقات يعني حنا كنا كمجتمع مدني قدرنا باش ندير واحد الخليط ما بين يوم عالمي للمراه ويوم احتفال العدائين هنا. فهنا كتبان لي كان سباق جيد ان شاء الله، ان شاء الله كان سباق مزيان، كانوا عداء متنافسين. واحد الدقيقه شويه باش هذا هو غادي ندوزو للتتويج ديال الاطفال اللي كيتهزوا على عبد القوي عندما كان بالمغرب.